ما وقع في بعض البلدان التي الآن يستغرب من وقوع الجوع والفقر فيها قد وقع في نجد، بل إن بعضهم ترك وطنه وضاع نسبه من أجل بحث عن طلب الرزق، كل هذا من أجل أن يأكل ما يسد جوعته. فسبحان مغير الأحوال، بين عشية وضحاها بدل ما كان الأجداد يذهبون إلى بلدان الأخرى من أجل كسب المعيشة، إذا بمن هم هناك كانوا يذهبون إلى الهند وإلى غيرها من البلدان، إذا بهم الآن يأتون إلينا. فنحن في نعمة في هذه البلاد، فنشكر الله عز وجل عليها ولنحافظ عليها، ولا نسمع ولا نصغي بأسماعنا إلى ما يقال والله الدولة عندها تقصير، أو الدولة فيها كذا أو فيها كذا وفيها كذا. لابد أن يكون الإنسان بعيد النظر عميق الفهم، وينظر إلى من حوله، ولا سيما في هذا الزمن الذي الآن يحاط بنا. الآن نحن في مكان والله نيران تشتعل فيما حولنا، لا والله من الجنوب ولا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال، الآن العالم من حولك يلتهب بنيران الفتن، هتك أعراض، لاجئين وفقر ورعب وخوف. لكن الآن الواحد من الآن نصلي ثم نذهب وتأكل وتملأ بطنك، ثم إذا بك تضع رأسك على الفراش وأولادك عندك ومطمئن تضع رأسك، لكن غيرك يستيقظ على تفجيرات، على صواريخ، على رعب، على خوف، يخشى على نسائه، يخشى على ماله. فنحن في نعمة، ولا سيما ونحن في بلد التوحيد ولله الحمد، يعني الشعائر تقام ولله الحمد. يعني من يسافر إلى خارج المملكة يجد البدع، ما تستطيع أن تكمل الصلاة من البدع، تجد القبور في المساجد، كيف تصح صلاة مع وجود قبر؟ تجد العري، تجد محلات الخمور، محلات الدعارة. ومن يسافر الخارج يعرف الشيء هذا. لله الحمد نحن في نعمة وفي خير وبركة، فنسأل الله أن يحفظها وأن يديمها. والواجب على الرعية أن يتواصوا مع الراعي، مع ولي الأمر، على الخير والهدى، وأن تكون الكلمة واحدة، وأن تكون الكلمة واحدة ضد الأعداء. ولا سيما نحن في بلد، صراحة نحن في بلد لولا الله ثم هذا البترول لهلكنا. الماء متى يهطل المطر؟ قليل، كل شيء بأمر الله عز وجل. لكن من أين تأتي المياه؟ تأتي محلاه بفضل من الله عز وجل ثم بهذا البترول، ولا فكيف تأتيك مياه؟ والله نهلك في نجد، يعني يهلك الناس، كيف عاد مع الرعب ومع الخوف؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: السعيد من وعظ بغيره، انظر إلى من حولك. قالوا: نخرج على الولاة من أجل والله نكون في رفاهية ويكون لنا قصور ونذهب ونسافر ونركب السيارات وما شابه ذلك. طيب، خرجوا يريدون لقمة العيش، فذهبت لقمة العيش، وحل محلها الفقر والخوف والرعب، وضاعت قبل ذلك ما هو أهم، ضاعت شعائر الدين، ضاعت شعائر الدين. لو كان في رعب وخوف كيف تأتي للمسجد؟ صعب. ولذلك بعض الأحداث التي تقع الآن في بعض الأشياء، قد يحدث من اختطاف أو يحصل قتل أو ما شابه ذلك، نستعظم هذا الأمر؟ هذه وقائع قليلة جدا، فكيف لو أنك تصبح وتمسي على مئات الحالات، كيف يكون حالك؟ فنحن في نعمة ولله الحمد، فنسأل الله يحفظها، ونسأل الله يصلح أحوالنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.